أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. نتحدث اليوم عن ما أعلنت عنه وزارة الإسكان بالأمس عن إطلاق أولى دفعات برنامج سكني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويل للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة. للحديث أكثر عن هذا البرامج عن هذه البرامج التي أعلنت بالأمس، أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية. أهلا بك معنا أستاذ أيهم، أرحب بك معنا في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، سوف نتطرق بالتفصيل في حلقة اليوم عن هذه البرامج، نستعرض ما أعلنت عنه وزارة الأسكان بالأمس، عن ما اختلف ما قبل هذا البرنامج وما بعد هذا البرنامج، عن آلية تسليم هذه المنتجات السكنية والتمويلية أيضا للمستحقين. نتابع معا التقرير التالي والتفاصيل ثم نستهل حوارنا. وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج سكني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية. وكشفت وزارة الإسكان على أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 36.800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. هذا وتأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية كرافد لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقا من قبل وزارة الإسكان لرفع نسبة التملك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، أستاذ أيهم أرحب بك معنا مرة جديدة في برنامج في حلقة اليوم. في البداية أود أن أتحدث بالتفصيل عن ما أعلن عنه صندوق التنمية العقاري بالأمس والمنتج التمويلي الذي تم الإعلان عنه، تفضل. شكرا. تم الأمس بالإعلان عن إطلاق برنامج القرض المعجل، عفوا القرض المدعوم. نعم. وطرح 85 ألف مستفيد خلال عام 2017 على شكل دفعات شهرية تواليا خلال العام، لنصل العدد في نهاية العام بإذن الله تعالى إلى 85 ألف مستفيد. نعم، هذا للعام 2017 كسابقة من نوعها فيما يخص القروض. صحيح. تفضل، كيف يعني بالأعداد السابقة وما الذي سيتغير الآن هذا العام؟ صحيح، بالمقارنة طبعا مع السنوات السابقة منذ تأسيس صندوق التنمية العقاري من أكثر من 43 عام، ما وصلنا لهذا الرقم خلال الأعوام السابقة، فيعتبر سابقة من ناحية العدد الكم. نعم. ومن ناحية برضو الهيكلة ممكن نتكلم عنها بالتفصيل لاحقا. نعم. آلية العمل مختلفة عن ما كان سابقا يعمل به. ممتاز، بما تختلف آلية العمل عن السابق؟ يعني سابقا كيف كان يعني كيف كانت آلية استلام أو تسليم الدعم للمواطنين وكيف تغير الآن؟ تمام. سابقا كان إقراض مباشر لجميع المواطنين بمبالغ متساوية أو شبه متساوية. نعم. بدون الأخذ بالاعتبار أي معايير من ناحية عمر المتقدم، دخله، عدد أفراد أسرته، التزاماته. نعم. وهذا طبعا كان يعني إلى فترة لاحقة أو فترة عفوا سابقة
إلى مؤخرا كان سبب العديد من الصعوبات والتحديات على المستفيدين الآخرين. نعم. بمعنى أن من ناحية استنفذ موارد صندوق التنمية العقاري مما قلل إمكانية الصندوق إقراض عدد جديد من المستفيدين. نعم. من ناحية ثانية ألزم المستفيدين بأعباء مالية أكثر من إمكانياتهم على التسديد، فلأن المبلغ كان موحد للجميع. أها. والسبب يمكن الظاهر الأهم كانت أنه ما كان فيه عدل في توزيع الدعم الحكومي. الدعم متساوي للجميع، المقتدر الأكثر مقتدر، التاجر يمكن أو الغني والأكثر حاجة إلى نفس المبلغ اللي يستلمه مثلا الأكثر حاجة. فهذا سابقا. اليوم أو التوجه الآن مثل توجه الحكومة بشكل عام بالنسبة للدعم الذكي. نعم. اللي هو مبدأه الدعم الأكبر لذوي الحاجة للذين يستحقونها بشكل أكبر. هذا التمييز يعطي نوع من العدالة من ناحية، ومن ناحية ثانية يساعد على استدامة موارد الصندوق. وهذا برضه من ضمن رؤية 2030 وتحول 2020. نعم. استدامة الموارد المالية للجهات الحكومية. نعم. مما سيساعد على خدمة أكبر عدد من المواطنين والمستفيدين. نعم. الهدف إن شاء الله الأكبر أن خلال الفترة القادمة ننهي قوام الانتظار. نعم. ويستمر عمل الصندوق بحيث أنه يقدر يخدم المواطنين في مراحل قادمة بإذن الله. طيب. 85,000 المستحقين للدعم التمويلي لهذا العام تم اختيارهم بناء على ما يميز، يعني بناء على معايير الأكثر حاجة، عدد أفراد الأسرة، أم المستحقين سابقا والتي أعلنت أسماؤهم نفس السابق، يعني بغض النظر عن المعايير؟ لا، الاختيار طبعا نظام الصندوق، ويمكن هذا كان قلت في مقابلة سابقة، نظام الصندوق لم يتغير ولن يتغير. نظام الصندوق سابقا كان الأولوية للأقدمية، فهذا الكلام ما زال الأقدم. عندنا قوائم انتظار لها سنوات طويلة، فماشيين بنفس التدرج بالنسبة للأقدمية. يمكن الفرق اليوم الأسماء هذه بعد تحديث المعلومات وبعد دراسة وضعها، مبلغ الدعم أو جزئية الدعم تختلف حسب وضع المتقدم من ناحية الدخل ومن ناحية عدد أفراد الأسرة بشكل أساسي، وفي معايير يمكن شوي بسيطين. نعم. الدعم قد يصل إلى 100% للأكثر حاجة فيما يخص دفع تكاليف التمويل. طيب، في السابق يتقدم المواطن إلى صندوق التنمية العقاري للحصول على التمويل، صح؟ ماذا عن يعني من لم يتقدم سابقا؟ كيف يعني هي الآلية الجديدة للحصول على هذا الدعم من الصندوق؟ السؤال يعني قائمة الانتظار، غير قوائم الانتظار. غير قوائم الانتظار. طبعا غير صدر في قرار مجلس الوزراء من حوالي 6 سنوات بوقف استقبال طلبات جديدة في صندوق التنمية العقاري وإحالة جميع المستفيدين إلى مستفيدين جدد إلى وزارة الإسكان، بوابة وزارة الإسكان والدعم السكني اللي متمثلة في وزارة الإسكان. هذا برنامج قائم وما زال قائم وسيستمر. العلاقة بين صندوق التنمية العقاري اليوم ووزارة الإسكان، إحنا ذراع تنفيذي أشبه ما نكون بذراع تنفيذي لوزارة الإسكان، فمستفيدين اللي غير موجودين على قوائم انتظار وقدموا عن طريق بوابة الإسكان على الدعم السكني ومستحقين الدعم السكني سيتم خدمتهم عن طريق صندوق التنمية العقاري. ممتاز. طب الآن صدر اسم أحد المستحقين، ماذا يفعل؟ أين يتجه؟ كيف يحصل على هذا التمويل؟ بداية لازم يعني، برضو هذا يمكن كان في حملة سابقة لتحديث المعلومات، ودائما أحب أكد على موضوع تحديث المعلومات لأنه قوائم اللي عندنا من فترة طويلة ومعلومات فيها قديمة جدا. نعم. فلازم تحديث المعلومات بشكل سريع على بوابة الصندوق، على بوابة الصندوق الإلكترونية. والتحديث هذا مستمر إلى يعني ما في أي نية أنه يقفل باب التحديث، فالتحديث مستمر وما في داعي يمكن للهلع. نعم. بس يطلع يعني الموافقة، صدرت موافقة للمواطن، يبدأ تحرك في اتجاهين، اتجاه اختيار المسكن واتجاه اختيار الممول.
إذا هو مصرف ولا هو شركة تمويلية حسب حسب حاجته حسب وضعه. نعم أستاذ أيهم، من نتابع الحديث ولكن ينضم معنا عبر الهاتف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع. أهلا بك صاحب السمو الأمير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، نرحب بك معنا ونشكرك على هذه الفرصة لاستيضاح بعض الأمور بما أعلنت عنه وزارة الإسكان بالأمس. في البداية سمو الأمير، ما هو أبرز ما أعلنت عنه وزارة الإسكان فيما يخص برامج الدعم السكني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على الدعوة. شكرا لك. وزارة الإسكان بدأت بإطلاق حملة سكني، وما يخص وزارة الإسكان تطلق 195 ألف منتج سكني. 195 ألف منتج سكني يطلع منها 120 ألف منتج سكني مع شراكة مع القطاع الخاص، وبعضها المنتجات السكنية الجاهزة التي سوف يتم توزيعها وتخصيصها خلال الشهر القادم إن شاء الله. نعم. أما ما يخص الشق الثاني فهو 75 ألف قطعة أرض. نعم. هذه جميع المنتجات اللي سوف تطلع من وزارة الإسكان إن شاء الله خلال سنة 2017. نعم. إذن هذه هي تفاصيل المنتجات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بالأمس. ما هي آلية التخصيص والتسليم للمستحقين للدعم السكني؟ آلية التخصيص تبدأ برحلة المستفيد. نعم. من البداية عند دخوله بوابة الإسكان. نعم. يجب على المستفيد وضع جميع المعلومات الصحيحة لتفادي أي مشكلة تحصل مع الجهات الأخرى. وزارة الإسكان مرتبطة مع جهات حكومية أخرى بين شركة الكهرباء، وزارة العدل، وزارة شؤون البلدية والقروية، فأي معلومة خاطئة تقوم بتوقيف المستفيد من التخصيص. فآمل من جميع المستفيدين تحديث بياناتهم، هذه المرحلة، هذا الشق الأول. أما من اكتملت بياناته فيقوم له بالتخصيص على المنطقة التي نعم. تقدم لها، وعلى المنتج بالذات. إذا المنتج جاهز للتسليم فيتم التخصيص له، ثم الذهاب لأخذ التمويل عن طريق البنوك والشركات التمويلية، ثم استلام المنتج. نعم. هل هي آلية موحدة لجميع مناطق المملكة؟ نعم صحيح، جميع مناطق المملكة تتم نفس الآلية، لكن نعم. المنتجات تختلف المساحات والأنواع. كيف سيتم التمييز بين أو توجيه الدعم بشكل أكبر لمستحقيه، بالتمييز بين الأسر، عدد أفراد الأسرة، قيمة دخل الأسرة الأكثر حاجة لهذه الخدمات؟ الوزارة أنشأت برامج ومبادرات. نعم. ومن ضمنها برامج شرائح المستفيدين المتقدمين على بوابة إسكان. فلدى الوزارة داخل البرامج هذه مسارات تملك. فبناء على المعلومات المعطاة من المواطن سوف يتم تحديده على أي مسار يتخذ أو يتجه عليه. نعم. طب سمو الأمير، من ليسوا على قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقاري الآن بإمكانهم التوجه إلى بوابة الإسكان للحصول على دعم من أي برنامج سكني تقدمه وزارة الإسكان؟ صحيح كلامك. نعم. كان في أمر قبل شهر تقريبا من جميع المستحقين من الصندوق الذين لم ينضموا إلى القائمة يمكنهم الانضمام إلى وزارة الإسكان على القوائم وزارة الإسكان عن طريق بوابة الإسكان. ممتاز. ماذا عن التعاون مع شركات القطاع الخاص سمو الأمير؟ يعني هناك عدد من الشركات تم توقيعها بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، ما هو هذا العدد وما العدد يعني المأمول أن يتم فيه توقيع اتفاقيات مع شركات أكبر كمطورين عقاريين لزيادة عدد الوحدات السكنية في السوق؟ طبعا تحفيز وتطوير المنتجات السكنية للمواطنين يجب يكون عن طريق التطوير العقاري. نعم. التطوير العقاري يعطي ضخ في السوق منتجات سكنية لم تكن تتوفر في السابق، وهذه المنتجات تبدأ من 250 ألف إلى 800 ألف ريال، اللي هو تغطية الطلب اللي موجود في السوق والعرض اللي سوف يضخ من وزارة الإسكان إن شاء الله. نعم. ماذا عن البيع على الخارطة سمو الأمير؟ يعني الآن بإمكان أي مواطن أن يتجه لوزارة الإسكان للحصول على الدعم ويشتري منزلا تحت الإنشاء من خلال برنامج البيع على الخارطة؟ صحيح، البيع على الخارطة هو يمثل توجه الوزارة الجديد
في إنشاء الوحدات السكنية برنامج وافي اللي هو البيع على الخارطة يحفظ حقوق المطور العقاري وحقوق المواطن أو المستفيد أيضا، وذلك بحيث إذا تعثر المشروع عن طريق المطور يقوم باستبدال المطور بمطور آخر، وأيضا يحفظ حقوق المستفيد من المبالغ المدعومة من الوزارة عن طريق البنوك. هل بدأ العمل بهذا القانون حاليا، يعني البرامج برنامج البيع على الخارطة الآن؟ نعم بدأ، هو كان في السابق مع وزارة التجارة. نعم صحيح. وانتقل للملف كامل لوزارة الإسكان ورأس الفريق كامل الزملاء في وزارة الإسكان الآن. نعم. على رأسهم الأستاذ محمد بن سعود الغزواني هو أمين عام اللجنة، وبدأت بالانطلاق من عدة سنوات مع وزارة التجارة والآن مع وزارة الإسكان بآلية وتنظيم جديد أيضا إن شاء الله. ممتاز. تستأنف وزارة الإسكان توزيع الأراضي بعد أعوام على توقفها، ما هي أسباب توقف يعني إعطاء أو توزيع الأراضي على المواطنين؟ صحيح كلامك، كان في السابق وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المهتمة أو هي صاحبة الصلاحية في توزيع الأراضي على المواطنين. نعم. لكن بعد الأمر الملكي تم نقل الملف كامل لوزارة الإسكان. نعم. بمحاضر بين الوزارتين، والآن بعد دراسة جميع المحاضر والتأكد من صحة المعلومات الموجودة في المحاضر على المجمعات الأراضي الموجودة من بنية تحتية وإنارة وزفلتة، سوف بدأت الوزارة بالتخطيط لتوزيعها على المستفيدين من الوزارة. نعم. الوزارة تلتزم سمو الأمير ب يعني بإعطاء هذه القروض أو المنتجات عفوا السكنية خلال 3 سنوات، كيف ستلتزمون بهذا الكمية الكبيرة بهذه الأعداد الكبرى في 3 سنوات فقط؟ أولا الوزارة ملتزمة قبل كل شيء أنه كل شهر يوم 15 تعلن عن التخصيص، هذا الشق الأول. التخصيص يأتي منه منتجين، المنتجات الجاهزة سوف يتم تسليمها خلال عام، والمنتجات التي تحت الإنشاء سوف تكون تحت برنامج وافي، ويمكن المستفيد حجز المنتج والاستلام إن شاء الله خلال 3 أعوام. في بعض المنتجات تتخلص بعد سنة، في بعضها بعد سنة ونص، لأن بدأنا بمرحلة الإنشاء منها، فبناء على المرحلة التقديرية للعمل فيها سوف يتم تسليمها مدة أقصاها 3 سنوات. شكرا لك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع، شكرا جزيلا لك. نتابع حديثنا معك أستاذ أيهم. سألت صاحب السمو الملكي عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود، سألته عن البيع على الخارطة الآن، مستحقو الدعم من صندوق التنمية العقاري هل بإمكانهم يعني شراء منزل عبر برنامج بيع على الخارطة وهم مستحقين سابقين؟ صحيح، هذا يمكن شيء جديد برضو ما كان موجود سابقا في الفترة الماضية. الإضافة الجديدة على نظام التمويل أو الدعم التمويلي في الصندوق التنمية العقاري هو أحد الإضافات اللي هو تمويل البيع الخارطة. اليوم المستفيد ممكن يشتري وحدة جاهزة، شقة أو فيلا وأي كان، أو ممكن يبني بناء شخصي، أو ممكن يشتري من بيع الخارطة من ضمن مشاريع مع مطورين معينين. طب هنا ما الذي يضمن أن هذا المستفيد سوف يتمكن من سداد يعني القسط الشهري أو غيره؟ يعني إن كان سيبني هو بنفسه قد لا يكون يعني قد التكاليف وكل هذه الأمور قد تكون تزيد على قيمة القرض مثلا، وقد لا يكون قادرا على سداد المستحقات. طبعا هذا معمول فيه سابقا بالمناسبة، يعني يمكن الجزء الأكبر من القروض السابقة كانت خلال تاريخ الصندوق هي كانت بناء شخصي، فهذه تجربة الصندوق فيها يمكن خلال 40 عام ماضية. تحديد المبلغ له علاقة بدخل المواطن ومثل ما تكلمنا سابقا عدد أفراد أسرته. الإشراف على البناء أو متابعة البناء أو الدفعات على البناء هذا عادة إحنا سابقا كان في الصندوق عندنا لجنة أو دائرة هندسية فيها مهندسين يقومون بزيارات معينة للتأكد من جاهزية المسكن أو تدرجه، وتم إعطاء دفعات حسب تطور اكتمال البناء.
اليوم هذا الدور المفروض البنوك تقوم فيه، وهذا موجود أصلا حاليا في البنوك اليوم. نعم. البنوك اللي تقدم قروض عقارية تقوم بهذا الدور لضمان دفعات توصل بحسب تدرج أو تطور البناء الشخصي. طيب كيف يتم التعامل بينكم مع البنوك؟ يعني بالأمس تم الإعلان عن عدد بسيط من البنوك التي تلتزم بهذه المعايير أو بهذا البرنامج، ماذا عن البنوك الأخرى وزيادة السيولة المتاحة للأفراد؟ وطبعا الهدف كان من الشراكة مع البنوك لزيادة الموارد المالية، وبالتالي خدمة أكبر عدد من المواطنين بشكل أسرع. نعم. بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى المواطنين تكلمنا عنه أمس حتى في المؤتمر. اليوم عندنا 39 فرع ومكتب بالنسبة لصندوق التمويل العقاري. اليوم البنوك مجتمعة، عدد الفروع يزيد عن 2000 فرع متواجدة في كل مكان في المملكة لسهولة الوصول للمواطنين. بالإضافة أنه المواطن اليوم عنده حساب مع بنك معين ممكن يبتدي فيه، إجراءات البنك هذه تكون معروفة له، سجله تاريخه الائتماني، هذه كلها تساعد بالنسبة للعملية. ليست كل البنوك الآن اليوم اللي حالياً. احنا اليوم موقعين مع 10 بنوك من أصل 12 بنك عاملين في المملكة. نعم. وأربع شركات تمويل من أصل 6 شركات مرخصة. لكن اللي أطلق معنا أمس 4 من 9. نعم. اللي هم جاهزين. نعم. والباقي العدد الباقي ما زالوا قيد الجاهزين من ناحية عمليات، من ناحية داخلية، موافقاتهم، موافقات مؤسسة النقد وهكذا. نعم. هذا طبعا الأربع بنوك في أول إطلاق إن شاء الله، أو أول دفعة بتكون في 15 فبراير. الأربع بنوك جاهزة إن شاء الله بتكون، وبالإضافة لشركة التمويل. نعم. والمتوقع خلال الدفعات القادمة خدمات اللاحقة أن العدد بيزيد لنوصل لعشر بنوك، وحتى ممكن البنكين الباقيين خلال الفترة الجاية يصير في نقاش معهم لتغطية العدد. الهدف هو يعني الهدف الأكبر عندنا إن شاء الله أننا نقدر نوصل إلى أكبر عدد من مصادر التمويل، مصارف وشركات تمويلية. لنفترض أن أحد المستحقين يعني لديه مديونية في سمة، مسجلة في سمة، هل بإمكانه أن يحصل على القرض والآلية تسريكة كالباقين؟ طبعا هذا يرجع للبنوك كيف البنك يتعامل مع المقترض. اليوم حتى بالمناسبة حتى في صندوق التمويل العقاري اللي عنده تعثر في سمة، نعم، يعتمد على كيف التعثر وحجمه، هذا برضو يؤثر على إمكانية إعطاء القرض في صندوق التمويل العقاري. فالشروط ما تغيرت، احنا نعم. الشروط المتبعة في الصندوق خلال السنة الماضية على الأقل مشابهة جدا للشروط المتبعة في المصارف، وهي أصلا جت من هذا الخلفية. فيما يخص أرقام صندوق العقاري والتي كما أعلن سوف تصدر شهريا، حدثنا أيضا عن هذا التوجه الجديد بأن تكون أرقام واضحة للجميع بشكل دوري ومتاحة للجميع. صحيح، الأرقام بتكون إن شاء الله مثل ما تكلمنا بشكل شهري، تعلن على موقع سكني وعلى موقع الصندوق. الكل عارف بيكون متى دفعت أو اسمه بيطلع يعني كمستفيد، والإجراءات واضحة بالنسبة يعني للمستفيدين. في الكول سنتر عندهم جاهزية عالية على استقبال الاستفسارات بالنسبة للأشياء نعم. معينة. وطبعا بالإضافة للبنوك شركائنا في هذا الموضوع، البنوك مستعدين ومتوقعين عدد كبير من المواطنين إن شاء الله يجوا. ممتاز. ماذا عن تكلفة هذا الدين؟ يعني البنك الذي يقدم قرض لأي مواطن، المواطن يصبح مجبرا على دفع أو سداد تكاليف، ماذا في الجديد؟ يعني هنا اللي تكلمنا عنه الدعم. نعم. دور الصندوق التمويل العقاري ودور الدولة في دعم الدعم السكني، واللي هو دعم القرض هذا، وهذا اسم القرض المدعوم. نعم. أو التمويل المدعوم. الدعم أو نسبة رسوم التمويل سيتحملها صندوق التمويل العقاري بنسب متفاوتة، تصل إلى 100%،
في حالة 100% معناها قرض حسن بدون أي فائدة، مواطن يقدم على القرض ويأخذ قرضه ويسدد أصل المبلغ هنا بناء على الشرائح الدعم الذكي اللي تكلمنا عنه. نعم. وممكن في حالات أنه ممكن يدفع جزء من هذا الرسوم التمويل. هذه يعني المعايير بحسب المواطن، بحسب دخله وبحسب في مصفوفة حسب مصفوفة الدعم موجودة إن شاء الله خلال الفترة القادمة بيكون في حتى تكلم عن آلة حاسبة. نعم. موجودة على موقع الصندوق يدخل المواطن معلوماته. نعم. وتحسب له الآلة كم مبلغ الدعم اللي استحقه، وعلى أساسه يشوف البنوك المعروضة في البنوك ومنتج اختيار المنتج وهكذا. نعم. مع زيادة العدد، يعني تحدثت أستاذ أيهم عن في البداية عن أن هذا العام هو سابقة في تاريخ الصندوق بعدد الدعم، يعني ل 85 ألف مستفيد. في الأعوام السابقة إن استمرت الأرقام بهذا الزخم، في أي حدود، يعني في أي فترة زمنية متوقع أن تنتهي قائمة الانتظار؟ في الأعوام القادمة. نعم. إن شاء الله إحنا النية نبقى على نفس الزخم. التزامنا في عام 2017 العدد له 85 ألف، النية إن شاء الله خلال السنوات اللاحقة بيكون في نفس المستوى. هدفنا خلال 5 سنوات أن نقضي على قوائم انتظار موجودة عندنا اليوم اللي هي تتجاوز 500 ألف مواطن ممتدة على مدى 13 سنة الماضية. فإن شاء الله خلال 5 سنوات على بيكون يعني قوائم انتظار. نعم. الأسماء التي صدرت سابقا والتي لم يستلم أصحاب هذه القروض، ما هي أعدادها وكيف يتم التعامل معها؟ طبعا احنا خلال الفترة الماضية خلال العام 2016 قمنا بإقراض حوالي 20 ألف مواطن وقعت عقودهم واستلموا دفعاتهم حسب الموجود مبالغهم. نعم. العدد الإجمالي اليوم عندنا حوالي 80 ألف مواطن لم يستلموا قروضهم. نعم. طبعا كونهم هذول كانوا على قوائم انتظار سابقا ولهم أولوية، فلن يتم إدخالهم ضمن البرنامج بمعنى الدفعات. اللي بيصير إنه أي واحد عنده موافقة اليوم صدرت له موافقة سابقة ممكن يروح بس يحدث بياناته، وبعد 15 فبراير يقدر يروح للبنوك شأنه شأن أي مواطن ثاني، شأنه شأن أي مواطن صدرت له صدر اسمه في الدفعات. طيب كيف يتم، ذكرت قبل قليل الأستاذ أيام أنه يجب على المستفيدين أن أو المتقدمين أن يحدثوا بياناتهم بشكل دوري، هل تحدثون البيانات فيما يخص مثلا المتوفين أم التي لديهم حالات خاصة ربما لن يستفيدوا من هذه القروض أو من هذا الدعم؟ صحيح. هو طبعا هذا الهدف يمكن احد اهداف تحديث البيانات. تحديث البيانات عندنا للاسف بيانات قديمه جدا. نعم. وما في اي معلومات واضحه في بعض الاحيان. فلاجراء دراسات افضل، ليكون عندنا معلومات افضل، لتحديد توجهات معينه، لتمكين البنوك برضه من ناحيه اخرى لدراسه الحالات الائتمانيه لهذه الاشخاص، نحتاج تحديث البيانات بشكل سريع. نعم. ما الفرق بين القرض المدعوم المعلن الآن والقرض المعجل الذي أعلن سابقا؟ القرض المعجل اللي أعلن سابقا الهدف منه كان وما زال اللي لا يرغب في الانتظار على قوائم الانتظار. اللي ممكن يروح للمصرف بشكل مباشر ويأخذ قرض، وصندوق التنمية العقاري يتحمل مصاريف التمويل لفترة 15 سنة، وبعد 15 سنة يقوم المواطن بإعادة بعد ما يسدد يكون كامل المبلغ الأساسي يعيد تسديد رسوم التمويل للصندوق. ما زال مستمرا هذا البرنامج؟ المنتج موجود. نعم. موجود، يعني احنا في تشابه يمكن بينه وبين القرض المدعوم او التمويل المدعوم. نعم. لكن الهدف ان شاء الله والنية ان اذا خلصنا قوائم الانتظار خلال الفترة الجاية القرض المعجل ما راح يكون له دور في بعد قوائم الانتظار. نعم. هل كان هناك اقبال من المستحقين لهذا القرض المعجل؟ هو فقط للمستحقين على قوائم الانتظار وليس للجدد، صح؟ صحيح. هل كان هناك اقبال منذ اعلانه وحتى اليوم؟ في صار في حالات، يعني صار في مجموعه من القروض وقعت. نعم. طبعا هو اطلق
إطلاق أولي مع مصرف واحد هو البنك الراجحي. نعم. والآن حاليا ندرس إمكانية إطلاقه مع بنوك أخرى أو نشوف يعني كيف ممكن نعالج الموضوع. بس خلال الفترة الماضية صار في قروض أصدرت من البنك الراجحي على القرض المؤجل. ما هي النقاط التي لم نذكرها أيضا أستاذ أيهم فيما يخص الآلية الجديدة للتعامل مع صندوق لتعامل صندوق التنمية العقاري مع المواطنين؟ يمكن بس أحب أركز على جزئية بالنسبة للبرنامج الجديد والتوجه الجديد للصندوق. الهدف دائما خدمة المواطن بشكل أسرع، الانتهاء من قرار الانتظار. اليوم نقدر نخدم 6 مواطنين مقابل مواطن واحد في بالطريقة السابقة، هذا يساعدنا بقضاء أقوام الانتظار بشكل سريع. مبدأ الدعم الذكي كمان يساعد المواطنين ويوصل الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل أكثر وبشكل أسرع. طبعا إضافة أن التمويل المدعوم اليوم في إضافات جديدة اللي هي تكلمنا عنها اللي هو موضوع البيع الخارطة وإمكانية شراء وحدات جاهزة حسب توفرها. نعم. ماذا عن مبلغ التمويل أستاذ أيهم؟ يعني القيمة الحد الأعلى الحد الأدنى بناء على حسب أيضا بناء على لم يتغير. ما زال الحد الأعلى لدعم الصندوق 500,000 ريال. إذا المواطن وضعه يسمح يأخذ جزء أكبر، هذا شيء بينه وبين الجهة التمويلية البنك أو الشركة التمويل. بس بالنسبة لدعم الصندوق إلى حد أعلى 500,000 اللي هو معمول فيه سابقا. وقد يكون الحد الأدنى أقل يعني بناء على أيضا دخل الأسرة، بناء على الدخل. هذا يعني هنا يجي موضوع مصفوفة الدعم وكيف الدعم يحسب. بناء على دخله، بناء على عدد أفراد أسرته، بناء على حاجته، منزل أول غير أول، كل هذه الأمور تدخل في الحساب. من يعني هل هي مسؤولية صندوق التنمية العقاري بأن يحدد السقف الأعلى لقيمة القرض أو لقيمة القرض الذي سوف يأخذه المواطن من البنك؟ هل البنك هو الذي يحدد النسبة أو القيمة الأكبر أم صندوق التنمية العقاري؟ البنك يحدد المبلغ أو الصندوق يحدد المبلغ الدعم، وبالتالي هذا يترجم إلى مبلغ القرض. بمعنى إحنا نحدد مبلغ الفائدة اللي الصندوق ممكن يدعمها بحد أقصى اللي هو 500,000 ريال. سوف نستكمل حديثنا أستاذ أيهم، ولكن سوف نتابع مع السادة المشاهدين بعض التفاصيل، بعض المعلومات التي أعلنتها وزارة الإسكان بالأمس بالشراكة مع صندوق التنمية العقاري، نتابعها عبر الشاشة لنلاحظ الفرق، لنلاحظ أيضا الأثر الاقتصادي لها. هذه 280,000 منتج سكني التي أعلن عنها بالأمس، الاستثمار الذي تصل قيمته إلى 92 مليار ريال، أيضا من شأن هذه التوجهات الجديدة لوزارة الإسكان خلق فرص وظيفية تزيد عن 36,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، القيمة المضافة التي تحققها هذه الاستثمارات في الاقتصاد السعودي بشكل مباشر، الفرق بين طريقة الدعم السابقة وطريقة الدعم الحالية. نتابع كل هذه التفاصيل عبر الشاشة.
نعود إليكم مشاهدينا الكرام وأرحب مرة جديدة بأستاذ أيهم يوسف. أستاذ أيهم، تحدثنا بشكل عام عن صندوق التنمية العقاري سابقا، كيف كان يعني تعريف هذا الصندوق وكيف تحول أو هو في صدد التحول بناء على الأمر السامي؟ حدثنا لو سمحت عن هذا التحول الذي يخوضه صندوق الاستثمار، صندوق التنمية العقاري. طبعا في أمر سامي صدر عام 1435 لتحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية. وفعلا بدينا إجراءات التحويل، وكان في خطة لمدة 3 سنوات لإنهاء التحويل، بدينا منها في عام 2016، وإن شاء الله الهدف إنه في نهاية 2018 تتم التحول بشكل كامل. يمكن اللي حصل أمس هو تغيير مفصلي في هيكلة الصندوق، لأنه هو تغيير هيكلة العمل الأساسية. في من ضمن التحول في أمور هيكلية، في أمور داخلية، في أمور لها علاقة بالبنية التحتية، في أمور لها علاقة بالموارد المالية، هذه كلها إن شاء الله شغلنا عليها. بس اللي يمكن اللي برز أمس هيكلة عمل الصندوق، والاختلاف من توجه الصندوق كونه سابقا كان مقرض إقراض مباشر إلى الدور الجديد اللي يقوم فيه اللي هو الدعم. دعم المواطنين مع الشراكة مع بالقطاع الخاص. الدور الجديد هذا طبعا مهم جدا، وهذا إن شاء الله اللي بيسوي استمرارية لدور عمل الصندوق في المرحلة القادمة. الصندوق الهدف إن شاء الله يكون فيه داعم صانع للسوق، سوق التمويل العقاري. اليوم صندوق التنمية العقاري بيستحوذ أكثر من 60% من حجم التمويل العقاري في المملكة. البنوك يعني البنوك المجتمعية تقريبا 40% والصندوق حوالي 60%. من حيث القيمة، قيمة القروض، الإقراض، المجموع محفظة الإقراض في المملكة اليوم حوالي 260 مليار. حوالي 108 مليار 109 مليار منها لجميع المصارف، و152 لتخصص صندوق التنمية العقاري، هذا المحافظ الموجودة حاليا محافظ الإقراض. طبعا السوق حسب ما شفنا أمس مع إطلاق المنتجات الجديدة ومع توجه وزارة الإسكان ومع توجه برضو صندوق التنمية العقاري، المتوقع أن صندوق الإقراض ينمو به بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وبالتالي دور الصندوق سوف ينمو مع هذا النمو. بنكون إن شاء الله في الفترة القادمة ننتقل من كوننا مقرضين إلى الدعم للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق معاملاتنا مع المصارف. ممكن في منتجات إن شاء الله، في برامج ثانية بتطلق خلال الفترة القادمة تخص هيكلة عمل الصندوق. سيكون المنتج النهائي أو النتيجة النهائية من هذه البرامج كلها، الهدف فيها زيادة الدعم للمواطن وتسريع عملية الإقراض. أستاذ أيهم، ما هو تعريف مؤسسة مالية؟ يعني ما هو عمل المؤسسة المالية؟ يتغير، كان سابقا يقدم قرض بشكل مباشر، يدعم مباشرة، والآن يدعم مع شراكة مع البنوك، صح؟ صحيح. يعني من حيث تعريف مؤسسة مالية كيف يدعم المواطنين؟ احنا اليوم مثلا من ضمن الأشياء اللي نناقش فيها ونتكلم فيها اللي هو احتمالية شراء محافظ هذه المصارف. هذا طبعا بالدرجة النهائية يعود بالنفع المواطن. اليوم المصارف الموجودة مهما كبرت محافظها وإمكانيات إقراضها بالنهاية محدودة، فلازم يكون في إعادة تمويل لهذه المحافظ. في شركة سويدية إعادة التمويل اللي مؤخرا أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقاري برضه يقوم في هذا الدور بشكل جزئي. الهدف من هذا او هذا الدور، المؤسسه الماليه نتكلم عنها التمويليه، اعاده التمويل هذا يعود بالنفع المواطن بحيث نوفر امكانيه اقراض اكبر للمصارف
وبتكلفة أقل مما سيقلل التكلفة بالنهاية على المواطن. طيب أستاذ أيهم، المواطنين الذين ما عندهم دخل يعني لا يعملون ليس لديهم دخل، من يدعمهم؟ يتجهون إلى وزارة الإسكان أم إلى صندوق التنمية العقارية؟ في فئة اللي طبعا في أكثر من برنامج برضو شغالين عليهم الآن خلال صندوق أم الوزارة؟ الصندوق، نتكلم عن الصندوق الآن. نعم. الصندوق في برنامج شغالين عليه خلال إن شاء الله الفترة القادمة، سيقوم بضمان قروض أو جزء من القروض لناس في حالات خاصة اللي ما تنطبق عليهم شروط البنوك، ما تنطبق عليهم معايير الأقراض. نعم. وفي الفئة اللي هي حتى هذه اللي سميناهم فئتين، فئة اللي ذوي الدخل المحدود وفئة اللي أقل. الفئة الأقل في لجنة شكلت من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. نعم. وإن شاء الله هذه اللجنة مفروض خلال الفترة القادمة يكون في قرارات وفي توجهات تخص دعم المواطنين اللي ما عندهم أي إمكانية أن يدخلوا في برامج التمويل. برامج مخصصة لهم. صحيح. هذا أيضا ينطبق على السيدات مثلا، السيدة التي ما من معيل يعني ليس لديها معيل. صحيح. ينطبق على الجميع. أي مواطن لا تنطبق عليه شروط الإقراض في المصارف ودخله ما يسمح أنه يوصل إلى مرحلة أنه يقترض من بنك، ستنطبق عليهم هذه البرامج إن شاء الله، وهذه قريبا يعني خلال في عمل جاري خلال الأشهر الماضية إن شاء الله قريبا بيكون في نتائج. ولكنهم غير قادرين على دفع ثمن المنزل. صحيح. سوف تعلنون لاحقا عن هذه البرامج. في برامج هو صراحة يختلف يعني في ما بتكلم فيها الآن بشكل تفصيلي. نعم. بس الدعم يختلف، ممكن يوصل لدرجة أنه منزل مجاني، بس هذا طبعا يعني في حالات خاصة جدا. صحيح، يعني تنطبق شروط محددة وهي اللجنة التي تحدد هذه هؤلاء الأفراد أو أشخاص. أخيرا أستاذ أيهم، نقطة أخيرة تذكرها، كلمة أخيرة تذكرها عن ما تطمحون إليه ربما في يعني بعد هذا الإعلان بالأمس، ما الذي نطمح إليه في مرحلة قادمة؟ إن شاء الله طبعا الإعلان أمس وتوجه الصندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان إن شاء الله خلال الفترة القادمة، هدفنا يمكن أرجع أكرر إنهاء قوام الانتظار. هدفنا الدعم يوصل لمستحقيه بشكل عادل، وهدفنا إن شاء الله مع التحول إلى مؤسسة مالية نقدر ننطلق من كوننا مقرضين إلى صانعين سوق للهدف الأكبر اللي هو إنماء سوق التنمية، سوق الإسكان، سوق التمويل العقاري. نعم. ودعم المواطنين بشكل أسرع بإذن الله تعالى. ممتاز، شكرا لك الأستاذ أيهم يوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقاري العقارية، شكرا لتواجدك معنا في حلقة اليوم ولإعطائنا كل هذه التفاصيل حول ما أعلن بالأمس فيما يخص الشراكة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري. أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا الاستثنائية اليوم التي تحدثنا فيها عن برامج وزارة الإسكان التي أعلنت بالأمس وعن برنامج صندوق التنمية العقاري لدعم المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.